اتكشفنا ولا ايه؟ كشفنا في ايه؟ في الجريمه اللي احنا عملناها دي. وطي صوتك، جريمه ايه؟ انا عاوزك تختم الورقه دي بسرعه. طب ايه عربيه الاسعاف دي؟ طب مسجون تعبان قوي، لازم يتنقل المستشفى حالا. طب انت مالك متاثر ليه؟ هو اخوك ولا ايه؟ انا اخويا مسجون برضو. يمكن صدفه ولا حاجه. يا عم اختم الورقه دي بلا صدفه بلا نيله. طب اختمها ازاي دي؟ طيب الختم في الدور. الختم في الدور؟ ايوه الختم في. انت مالك مستغرب قوي؟ والله الختم في الدور. الختم في الدور والله ما اعرف ان الختم في الدور. طب يلا يلا بسرعه. ايوه ادي. انا عاوز الورقه بتاعتها كبيره دي. حلوه تخلق. هي بتكبر. ودي اختم لي ورقتها. لازم دي يعني. ايوه عينيا عينيا يا ابو هتفرتكها. عينيا يا ابو الادهيم. ادهيم ادهيم ايه يا ابو الادهيم دي؟ ابو الادهيم ده كان الدلع بتاع ابويا. كان بيقول لابوك يا ابو الادهيم. لا بيقول له يا عم محسن. محسن؟ اسكت اسكت اسكت. انا بتمنى لما توصل بالتليفون. على مين؟ على ابن اخوك المريض اللي هناك. هاي رياض، ازيك؟ انا كمان مبسوطه قوي النهارده. صح، انا مش مصدق اللي انت بتقوليه ده. انا عايز سيادتك بوضوع. ايه يا هاني القرف اللي انت بتعمله ده؟ ما خدتش بالي والله. مش بتدور على عيني؟ ما خدتش بالي يا فندم. انا اسف. طب اقعد فين هنا؟ اخرج فين؟ ما اقعد. هتخرج؟ ما انت خضتنا خلاص. اقعد. هتخض تاني؟ تدخل تاني وتخض. والله ما خدت بالي. طب اقعد عشان انا بكلم البيت المدام. لا اقعد. افحى الاهل موزه ده الواد بتاع الشقه كان جايب لي القميص بتاع النكوة. انا عايز اطلب منك حاجه. عايز تروح فين؟ قول. نعم. ربع كيلو زيتون كلاطاطا. الزيتون كلاطاطا ده قالوا لا. ايوه خلاص اوكي ماشي. المهم ده انا كنت عايز اقول لك على حاجه. لان نعم. ايه دوست على مين؟ عيش دوست موجود يا باشا. موجود. هو بيهزل دماغه. مين؟ لا ده هنا صاحبي. لا ما تخافيش، صاحب الانتيخ. تعال يا حبيبتي. خلاص انا عارف. سلام. مع السلامه. على هذا مع العرب. المكالمه قلبت في الاخر جو بقاله ليه كده؟ مش مهم. المهم ان انا سعيد. سعيد قوي يعني قوي. ايه خير بقى؟ كنت عايز ايه؟ ما تاخذنيش يا فندم، انا مش مرتاح للي بيحصل ده. ولا انا هاني. الموضوع ده خلص بزيتون كلاطاطا ودوست. يا باشا انا بتكلم في موضوع تاني خالص. انا بتكلم عن المسجون اللي اترحل على المستشفى. المفروض انه يتعرض على دكتور السجن قبل ما يترحل على المستشفى. ايه يا عم اللي انت بتقول؟ هتخرجنا؟ كبر دماغك يا اخي بقى. خلاص خرجنا من السجن وكل حاجه عدت في السليم، والواد اللي هيدخل بدالك هيدخل نايم على نقاله متغطي، وهيفضل متغطي فتره طويله ما حدش هيقدر يكشفه. تكون انت سافرت وبقيت في التمام. المهم اخبار موضوعنا احنا ايه بقى؟ طب اطمن يا ادهم. طبعا بما فيهم مبلغ رياض باشا. اكيد يا ادهم. انا حاسس سيادتك متغير. متغير ايه؟ ما بقتش رياض باشا بتاع زمان. لا بقى لا، انا رياض باشا بتاع زمان وبتاع كل زمان. بس هو يعني العمليه يعني مقصره حبتين يعني. اسمعني بس. في حاجه عايز اقول لك عليها يعني جوايا يعني، خاصه بالتليفون اللي كان كده ده. ايوه باشا. عايز ارجع، عايز اطلع اللي جوايا يعني. طلع يا باشا. ده انا هاني. ما انا عارف مكان انت. ما انا عفاف. عايزك كان ايه؟ تقول لي اعمل ايه في المحسوسيه لما اجي اكلم معاها يعني. ها يعني الموضوع ما ينفعش يتقلب على الشغل هنا يعني. خلاص يا باشا، ما دام الموضوع مهم كده وخاص بمحاسيسك، نتقابل في البيت عندي، نتكلم براحتنا ونشرب القهوه. انا موافق. انا ما بحبش القهوه. ما هو كده يا باشا، النهار هيطلع علينا من غير ما اعرف فيه ايه. هاني تعالى. جيت. ان جسمي بيتخرط من جوه يا باشا. قلقتلي في ايه يا باشا؟ قولي. انا بمر بتجربه. انا وقعت من السما وانت استلعبتني. انا ماشي مع واحده اللي من دول كلام في سرك مراتي. الله
يا باشا مراتك وماشي معاها وما بتنامش، ايه المشكله فيها؟ ضميرك بيقلبك وامك بتعملني كلام دي مجنون كده ليه؟ انا مش فاهم حاجه يا باشا، عايزك تفهمني عشان اعرف ارد عليك. لا هتغاب عليك، ما انا ما تجيش تخوني انت كمان. افرض 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 مثلا يمكن انا بحبها مثلا. طب يا باشا ده جميل جدا انك تصلح علاقتك مع مدام فيحاء، دي ست رقيقه جدا، ست جوهره، ست تستحق كل خير. يا عم انت هتخلينا نندم ان احنا جينا كلمناك ولا ايه في الليله الزرقاء دي؟ يا باشا ده انا بدافع ولا تدافع ولا تقف جون. خلاص انا كل الحكايه عايز ان انا وهي يبقى علاقتي كده زي السكينه في الحلاوه، ناخد وند في الحلاوه مع بعض. ده سهل يا باشا سهل، خصوصا بقى اللي مدام فيحاء بكلمه واحده منها ممكن تصلح كل علاقتك بيها، دي ست زي البسكوته. ما خلاص يا عم كتكوت، انا عايز اعرف انا هعمل ايه، قول لي فهمني انا هعمل ايه. شوف يا باشا اتفضل. الستات عموما الستات عموما تحب المعامله الرقيقه، تحب الشعريه، تحب تحسسها بدفء المشاعر. شفت تايتانيك؟ لو المصحف ما شفته. الفيلم تايتانيك يا بنت، تايتانيك الفيلم. لا ما شفتش تايتانيك انا. عارف روميو جوليت؟ عداد الشمس الشمس يخرب بيتك يا روميو. وريني ده كان عبيط ولا ايه؟ صح زهق ام شاكر. انا بنت روميو. فيحاء اطلعي بقى عشان نقول كلام حب بقى. فيحاء فيحاء يووو عايز ايه يا سيرامي؟ عايز حد يسلكني من الشجره اللي انا فيها دي. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ بعد ما ابص لك بروح ابص في المرايه بحس ان انا شايف حيوان. حلو قوي الوقعه اللي انا وقعتها دي. انت كويس؟ لا انا اتخضيت. ايه؟ اتخضيت عليك انت كويس؟ والله اتخضيت عليا. انت كويس؟ انا سيبك من انا كويس ولا اتنيا، انت اللي اتخضيت عليا. اه والله انا اعرف ان اتخض بالشكل الجميل ده، انا مستعد بكره اجيلك زارف نفسي بلطه في وشي مفيش بعد.